أنا زي كل أم، لما يحتاجوني عيلتي دايما يلاقوني معاهم. لما صحباتي يفاجئوني بزيارة أكون جاهزة أفاجئهم بطريقتي. أحب أشوف أسرتي فرحانة وأبغى أسوي أي شيء يفرحهم بزيادة، وحتى لما يكونوا برا البيت. أنا معاهم لحظة بلحظة عشان أعطيهم الطاقة اللي تلزمهم. سعادة عيلتي وصحتهم هي أغلى شيء على قلبي. لازم أساعدهم يمارسوا أنشطتهم اليومية ويعيشوا حلاوة اللحظات في المدرسة ومع الأصحاب. حتى زوجي ما يقدر يعيش بدون ابتكارات الصغيرة، وما تكمل فرحتنا إلا لما نجتمع كلنا على سفرة واحدة. وخبز لوزين أساس كل لحظة.